مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، مرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحاله التحكيميه. مشرفنا كابتن ناصر. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن عادل، كابتن بلال. مبروك للنادي الاهلي يا كابتن. مبروك للنادي الاهلي الصعود ان شاء الله، وربنا يوفق ان شاء الله في المباراه اللي جايه. علشان وقتنا كابتن ايمن، كنت اتكلمت على حكم المباراه جان جاك نادالا، الحكم المباراه، وقلنا كابتن شريف تقنيه الفار مهمه جدا جدا، وجود الفار في مثل هذه المباريات. ليه؟ احيانا في حالات بتعدي على الحكم نتيجه التمركز، نتيجه ان هو بعيد، نتيجه عدم التركيز، تمام؟ هنا يعني يجي دور الفار. عاوز اقول للمره الثانيه على التوالي كابتن عادل، المباراه اللي فاتت كان في ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لمحمود كهربا، لما الحكم الفار الجزائري جاب الحكم الموريتاني وراح شاف ورجع ما حسبش ركله جزاء. طب هتقول لي الاداء الفني للنادي الاهلي، انا ماليش علاقه بالاداء الفني، انا ليه علاقه بالتحكيم يا كابتن شريف. التحكيم تدي حق الفريق سواء للنادي الاهلي او لنادي مظبوط، مش بقول كلام من عندي، ولكن هنشوف الحالات التحكيميه. عايز اقول النهارده ان الفار النهارده كان خارج الخدمه يا كابتن ايمن، مش موجود طاقم حكام الفار عادل زوراك اللي هو من المغرب، ما كانش موجود النهارده في اهم حالتين في المباراه. وهنشوف الحاله الاولى، الهدف اللي معانا هنا جان جاك نداله، هو النهارده قدم مباراه كويسه يا كابتن عادل، ولكن هنقول ممكن تعدي منه حاجه. انا هنا